دلوقتي لاخبار النادي الاهلي. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي رفض منح راحه للاعيبه الفريق من مران اليوم بعد الفوز. طبعا كان امبارح كلنا شفناه برباعيه على استاد ابيجان امبارح. مقرر يقود اللاعبين الاساسيين اللي شاركوا في مباراه الامس تدريبات استشفائيه على ان يقود باقي اللاعبين التدريب بشكل طبيعي. الاهلي هيواجه البنك الاهلي يوم الاحد اللي جاي ضمن مباراه الجوله الرابعه لدوري نايل. عرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عن سعادته طبعا بالفوز الكبير اللي حقق النادي الاهلي على استاد ابيجان في افتتاحيه دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. كان ب4-2 امبارح كلنا شفنا المباراه. وقال كولر ان الفوز في البدايات مهم للغايه، خاصه في ظل المنافسه القويه في ظل المجموعه اللي بتضم كمان شباب بلوزداد الجزائري واورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. واشاد المدير الفني للنادي الاهلي بمستوى المتميز اللي ظهر عليه جميع اللاعبين خلال المباراه، خاصه كهربا نجح في احراز طبعا هدفين امبارح بالاضافه الى تالقه طوال شوطي المباراه. وقال كمان كولر كمان نتمنى عوده وسام ابو علي طبعا مهاجم الفريق من الاصابه، لانه سوف يعتمد على الثنائي طوال الفتره المقبله بسبب عدم وجود فتره انتقالات حاليا للتعاقد مع مهاجمين جدد. بالنسبه لنفس مجموعه كمان الاهلي اورلاندو بايرتس، عايز اقول لحضراتكم ان كمان كسب شباب بلوزداد اورلاندو بايرتس كسب شباب بلوزداد في الجزائر بنتيجه 2-1، ودي طبعا كانت مفاجأة لأن كان الفوز في الجزائر. بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتعاون مع لجنة السكاوتنج في البحث عن مدافع بيلعب في الدوري نايل من أجل ضمه للفريق خلال الفترة القادمة، فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية لتدعيم دفاعات الفريق. وجاء قرار لجنة التخطيط بسبب كثرة الإصابات اللي شايفينها طبعا اتعرض ليها مدافعي النادي الأهلي الفترة الأخيرة، خاصة المغربي أشرف داري اللي لسه يعني لم يشارك حتى الآن في دقائق معدودة يعني في مباراة العين الإماراتي بدلا من ياسر إبراهيم. بالإضافة كمان للإصابات اللي اتعرض ليها في الفترة الأخيرة كل من الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم الثنائي طبعا الأساسي خلال الفترة الأخيرة، وعدم اقتناع مارسيل كولر بإمكانيات يوسف أيمن الوافد الجديد من الدحيل القطري اللي جاي طبعا على سبيل الإعارة، والأهلي مش هيجدد الإعارة. كولر طلب من جهازه المعاون اعداد تقرير عن ثلاثي خط الوسط محمد ربيع مدافع سموحه وثنائي خط دفاع زاد مصطفى العيش ومحمد اسماعيل، يفضلوا ما بين الثلاثه دول لاختيار واحد منهم يكون موجود في يناير مع النادي الاهلي لتدعيم خط الدفاع طبعا قبل كاس العالم المهم جدا اللي هيكون في شهر 6.